أهلا بكم مشاهدي الكرام في صدى أقلام جديد، نرصد فيه أبرز ما كتبت الصحف المحلية والعربية والدولية، ونبدأ بعد الفاصل. البداية من صحيفة المدى، ومقال للكاتب رزاق عداي حول الموازنة العراقية الجديدة، ويقول فيه بأن يكون عجز الموازنة برقم يخالف ويفوق النسبة المتفق عليها بكثير، فهذا الأمر يعد من أخطر الأمور، فهو بالضرورة يقود إلى الدين الخارجي أو الداخلي، وكلاهما من أسوأ الأمور. هذا على وجه العموم، يشمل كل أشكال الاقتصادات في العالم. أما أن يكون اقتصادا ريعيا لبلد كالعراق يعتمد على أسعار سلعة متذبذبة حتى على مدى اليوم الواحد، كما أنها مرتهنة إلى تقلبات سياسية عالمية وأقليمية، فهذا الأمر يصنف في خانة المغامرة. قانون الموازنة العراقي يعد الأضخم مقارنة مع كل موازنات بلدان المنطقة في حجم المبالغ المعتمدة، بموازاة بنود قانون هي الأخرى على مستوى عال من البذخ، خصوصا في الجانب التشغيلي منه الذي يعد أساس ومصدر الخطورة فيما لو تعرضت أسعار النفط إلى الهبوط. وهذا الأمر يعتبر متوقعا تماما، ومن المغامرات الأخيرة تغير سعر العملة عن طريق قرارات حكومية مركزية التي قد تحدوها أو تتقدمها نزعة سياسية أو أهداف نسبية قد تكون حزبية أو انتخابية. أول بعض المسؤولين الحكوميين الإيحاء بأن حجم موازنة عام 2023 سوف يحل الكثير من مشاكل العراقيين اللامتناهية، وأكثر الظن أن لو كان حجم الموازنة 1000 تريليون دولار فإن النتيجة لا تختلف عن نتائج الموازنات السابقة. صحيح الوفرة المالية من شأنها أن تجعل وضع الحكومة مريحة، ولكن في العراق الوضع يختلف تماما بفضل المحاصصة والفساد اللذين فرغا الموازنات القديمة من أهدافها، كما أن الأجيال الجديدة من اللصوص والفاسدين الرسميين استطاعوا أن يحققوا طفرة مليارية في عمليات النهب عجزت حتى أكبر المافيات في العالم أن تنافسهم. وميزة هؤلاء الناهبين الذين يختلفون به عن مافية العالم أن عملياتهم تتم بغطاء قانوني ومشرعا ولا غبار عليه. وعن الاقتصاد العراقي نقرأ مقالا في موقع كتابات للكاتب ناجي الغزي، يقول فيه بأن العراق من الدول الرعية التي لا تملك فلسفة اقتصادية أو اجتماعية تقود بها البلاد، لذلك بقي العراق فاقدا للذاكرة المعرفية ومعزول عن العالم سياسيا واقتصاديا، وليس هناك جسور اقتصادية تربطه مع العالم سوى مادة النفط القابلة للنضوب، ولم يحدث أي تغيير كبير في بنية الدولة الإنتاجية ومسارها الاقتصادي الذي يعتمد بصورة مباشرة على النفط، حيث تشكل عائداته للموازنة السنوية العامة 95%، وهي دولة مغلفة بغلاف مزيف ومكشوفة اقتصاديا وسياسيا، وذلك بسبب انعدام استقرار عائدات النفط أولا وغياب الهوية الاقتصادية ثانيا. هناك تعطيل كبير للقطاعات الحكومية الحيوية والإنتاجية، وهذه الخطوة تسجل في موكب أوهام القيادات السياسية الحاكمة وخيباتهم المتكررة، ولا يمكن لأي قراءة تحليلية أو دراسة اقتصادية مهما تعددت وسائل الاستقصاء أن تقدر على تقييم التوقعات المستقبلية لمادة النفط الخاضعة إلى تقلبات أسعار السوق العالمية والظروف السياسية المهددة بالتغييرات العالمية للإزاحة والتدافع من قبل مصادر الطاقة النظيفة. ونظراً لمفهوم الدولة الريعية، تأسست قواعد العلاقة بين الدولة والمواطن على أساس رعوي، أي بمعنى رعوية الدولة للأفراد باعتبارهم رعايا السلطة الحاكمة من حيث الانتماء الوظيفي، وهذا مفهوم قديم مرتبط بصورة الراعي والقطيع.
حيث أصبحت قطاعات الدولة العامة هي الملاذة الجمعية والبوابة الآمنة الوحيدة القادرة على استقطاب نزيف البطالة المهنية والأيدي العاملة ومخرجات المؤسسات التعليمية السنوية التي تفتقر أغلبها للكفاءة الإدارية والمهنية بسبب غياب التأهيل والتدريب. كما تعتمد مؤسسات الدولة في حججها المبتورة على المحاصصة في تبادل الوظائف وإعادة تدوير المناصب الإدارية على أساس حزبي. تحت عنوان سيرة لبنان في وجه القضاء الأوروبي، نقرأ مقالا للكاتب إلياس حرفوش نشرته صحيفة الشرق الأوسط. يقول فيه: بلغت الاتهامات الموجهة إلى حاكم البنك المركزي اللبناني درجة من الجدية والخطورة لم يسبق أن لاحقت أي مسؤول في هذا الموقع في أي بلد في العالم. وأنا أنقل هنا الاتهامات التي بنيت عليها مذكرات التوقيف الفرنسية والألمانية ضد رياض سلامة: تبييض أموال واختلاس أموال عامة، إثراء غير مشروع وتهرب ضريبي. وكذلك يضيف بأن الاتهامات ضد سلامة كانت تعرفها حكومة لبنان وأجهزته القضائية منذ الزمن، مع ذلك احتاجت الحكومة اللبنانية إلى قرار جريء أصدرته قاضية فرنسية لتبدأ البحث بجدية في مصير حاكم المصرف المركزي. كان يفترض في الدولة اللبنانية لو كانت حريصة على الثقة الدولية بسمعتها المالية أن تبادر هي إلى التحقيق الجنائي في الاتهامات ضد حاكم مصرف لبنان قبل وصول هذه الروائح إلى ميادين المحاكم الخارجية. فهذه الاتهامات تطول في نهاية الأمر مسؤولاً كبيراً في مؤسسات عامة لبنانية، كما أنها تتعلق بأموال هي في معظمها لمواطنين لبنانيين. صحيح أن شيئاً من التحقيقات القضائية بدأ، غير أن القضاء اللبناني المتصدع بات أعجز عن ملاحقة أي مسؤول أو حتى أي مواطن إذا توفرت له الحماية السياسية اللازمة. لذا جاء دخول القضية الفرنسية ومعها أجهزة قضائية أوروبية أخرى على خط الملاحقات ليؤكد حجم الانهيار ومدى التفلت الذي ضرب مؤسسات الدولة في لبنان، وآخرها أهم حصن للاقتصاد ولحماية العملة الوطنية. أمثلة تتكرر لتشير إلى عجز الدولة في لبنان عن حماية مواطنيها وعن الدفاع عن مصالحهم، مما يدفعهم إلى البحث عن حمايات وضمانات أجنبية يمكن أن توفر الحد الأدنى من شبكة الأمان التي يسعون وراءها. نشرت مجلة فورين أفيرز مقالا للباحث علي رضا إشراقي، قال فيه بأن المحللين نظروا إلى الاحتجاجات الإيرانية بحثاً عن مؤشرات على أن البلاد قد تشهد تغييراً سياسياً، لكن الأمر لم يكن كذلك، لأن طهران لجأت إلى القوة الساحقة لقمع التظاهرات واعتقلت آلاف المحتجين وقتلت مئات آخرين، بما في ذلك من خلال عمليات أعدام علنية مروعة. ورأى الكاتب أن النخبة الإيرانية قلقة بشأن ما سيحدث بعد موت المرشد الأعلى علي خامنئي الذي يبلغ من العمر 84 عاماً، مشيراً إلى أن النخبة الإيرانية ممزقة بالانقسامات ويمكن أن يعاني مجلس الخبراء البالغ عددهم 88 عضواً من مسألة اختيار مرشح توافقي. بالنظر إلى كل من انعدام الثقة والعداء، من غير المرجح أن يكون الصراع على خلافة خامنئي منافسة منظمة بين الفصيلين الرئيسين في النظام، المعتدلين والمحافظين المتشددين. ومن المرجح أن تكون المعركة شبيهة بتلك التي جاءت بخامنئي إلى السلطة عام 1989، منافسة مريرة ومقايضات وتحالفات مفاجئة تظهر وتتفكك بنفس السرعة وتصفية حسابات وطعن بعضها البعض في الظهر وفضح الأسرار القذرة. ويمكن أن يكون الفائز النهائي مفاجأة حتى لأفضل المراقبين المطلعين. الشيء الوحيد المؤكد هو أن موت خامنئي سوف يجلب الكثير من عدم اليقين والفوضى. الفوضى في السياسة الإيرانية سبقت خامنئي.
أنشأ خامنئي نوعا من الحكم الشخصي لم تتح للنخبة بموجبه أبدا فرصة لتطوير كيانات وإجراءات قادرة على التوسط في صراعاتها أو تجميع مصالحها المتنوعة. الحقيقة أن الشيء الوحيد الواضح هو أن النخبة الإيرانية المعاصرة ليست مستعدة لهذه اللحظة. قال الكاتب البريطاني ديفيد هيرست إن الغرب ارتكب خطأ فادحا في تقييمه للانتخابات التركية، وبأن المفكرين الليبراليين الغربيين أخفقوا في إدراك قوة الديمقراطية التركية لأنها لا تحقق لهم ما يرغبونه من نتائج. وأوضح الكاتب في مقال بموقع ميدل إيست آي بأنه لا مجال للمقارنة بين ثقة الأتراك بنظامهم وبين حال الناخبين في البلدان التي تحكمها أنظمة استبدادية. ففي الأخيرة يعبر الناس عن عدم ثقتهم بحكامهم من خلال مقاطعة الانتخابات، وشدد على أن المفكرين الليبراليين في الغرب لا يعترفون بمتانة الديمقراطية في تركيا، بينما يمارسون في نفس الوقت غض الطرف عن الانتخابات المزيفة التي تنظم في بلدان كمصر وتونس. لماذا خلص فريق مرموق من علماء السياسة والعاملين في مؤسسات استطلاع الرأي فقط قبل شهرين اثنين إلى أن 51% ونصف الدرجة من الناخبين سيصوتون ضد أردوغان، وأن 37% وستة عشر الدرجة سوف يصوتون لصالحه؟ حينها قال مستطلع الرأي: يكاد يكون من المستحيل أن يفوز أردوغان في الجولة الأولى من الانتخابات. لقد صدق كليتشداروغلو مثل هذه الأحكام، وكذلك صدقها معظم وسائل الإعلام الغربية. فلماذا كانوا مخطئين إلى هذا الحد؟ من حيث نسبة المشاركة في الاقتراع، تعد تركيا ثاني أعلى بلد على مستوى العالم، ولم تكن الجولة الأولى هذا الشهر استثناء على ذلك، حيث أدلى بأصواتهم ما يقرب من 90% مما يحق لهم الاقتراع. قارن ذلك بالانتخابات المهمة التي تجرى في بلدان وصمت أردوغان بأنه طاغية، ولسوف تجد أن نسب المشاركة في بلدان مثل بريطانيا والولايات المتحدة تتقزم أمام نسب المشاركة في تركيا. العراق قصيدة الشعراء، الحاضر الدائم بأصوات عراقية وأخرى عربية. ودجلة والفرات العذب ملح أجاج من دموع المتعدين. عراق المجد والتاريخ يشكو فراق الأهل والمتعاطفين. كثيرون من يتطلعون بإبداعاتهم إلى انتزاع حرية مأمولة وحياة تليق بشعوب تستحق. الصاعدون إلى السماء جهارا، رسموا لمن ورث الثرى آذارا، وتكاثفوا في الغيم حتى يهطلوا في حضن بغداد الهوى أنصارا. محمد سيدي فاضت بك النعم، وليس دونك دين فيه نعتصم. تابعوا برنامجنا أسبوعياً على شاشة قناة الرافدين، بيت القصيد، الكلمة التي تصنع الأثر وتسعى إلى تحقيق الأفضل وتنتصر للإنسان. والآن إلى الكاريكاتور.
حصل الملياردير الأمريكي إيلون ماسك على تصريح لبدء تجربة زرع الشرائح الذكية في أدمغة البشر التي يمكنها التواصل مع أجهزة الكمبيوتر من خلال التفكير فقط. وحصلت شركة نورالينك التي يملكها ماسك على موافقة السلطات الصحية الأمريكية لبدء اختباراتها على البشر. واعتبرت الشركة التي تتخذ في كاليفورنيا مقراً لها عبر تويتر بأن هذه الاختبارات ستكون خطوة أولى مهمة ستتيح يوماً لمساعدة الكثير من الأشخاص بواسطة هذه التقنية، مشيرة إلى أن باب التطوع للتجارب السريرية لم يفتح بعد، وتصمم الشركة أجهزة ذكية تزرع في الدماغ للتواصل مع أجهزة كمبيوتر مباشرة من خلال التفكير. ويفترض أن تستخدم هذه التقنية في مرحلة أولى لمساعدة الأشخاص المصابين بالشلل أو الذين يعانون أمراضاً عصبية، لكن الهدف على المدى الطويل يتمثل في جعل هذه الغرسات آمنة وموثوقاً بها وبسيطة لدرجة أنها ستندرج في إطار الجراحات الاختيارية بقصد الرفاه. رسومات جدارية تروي مآسي حرب اليمن على مباني عدن. يشدد فنان تشكيلي يمني أمضى سنوات في خط رسومات جدارية تروي قصص الموت والمأساة على مباني دمرتها القذائف في عدن، على أن جهود إحياء محادثات السلام يجب ألا تصرف الانتباه عن أهوال سنوات الحرب في بلده. وبدأ على روبيل البالغ من العمر 30 عاماً في إنجاز هذه الرسومات منذ كان مراهقاً، لكن هوايته اتسمت بزخم أكبر بعد اندلاع القتال العنيف في مدينته الجنوبية عدن عام 2015 بين الحوثيين والقوات الداعمة للحكومة. شوارع عدن المليئة بركام المباني المدمرة باتت بمثابة معرض شبه دائم لأعمال روبل وشهادة على أهوال الحرب. يقول الفنان روبل: رأيت أن الحكومة لم تلتفت للناس الذين تشردوا، لذا أحببت أن أوصل رسالتي للعالم، أرسم معاناة الناس الذين فقدوا بيوتهم وعوائلهم. والآن نتابع فيديو اليوم الذي اخترناه لكم من مواقع الصحف. طبعا بدأت المشروع عام 2017 بعد الحرب. بعد الحرب كثروا الأرامل، كثروا المحتاجين وخاصة النساء. فكرنا بأن نفتح فد مشغل يساعد هاي النساء، لأن هي أصبحت المعيلة. الهدف الأول أن أدعم النساء، فئة الأرامل والمطلقات، لكن من توسع المشروع بدأوا يعني يتصلون علينا آلاف يتصلون علي للشغل، فأسألها. طبعا هي محتاجة، ما تجي تشتغل إذا ما كان محتاجة. فالخريجة قاعدي اللي أبوها مريض ما عنده يشتغل، اللي ها كانوا هسه بعد يشتغلون عندنا. كل الأكلات الموصلية وحسب طلب الزبون، الكبب بأنواعها، قوز الشام بأنواعه، الزبيبية، العقوق، ورق العنب، الدولمة، المقلوبة، كل الأكلات، حتى أكلات هو يطلبها الزبون احنا نشتغلها. طبعا احنا أول شيء عندنا صفحة على النت يراسلون الصفحة، وعندنا زبائن حتى من خارج المحافظة.
الحمد لله هسه أني بيتي إيجار، أدفع الإيجار والمعيشة ومسيطرة الحمد لله، أولادي طلاب يدرسون والمصرف كله، لأن ما عندي أي وارد غير هذا العمل. وإلى هنا نصل إلى نهاية هذه الحلقة أعزائي المشاهدين، شكرا لكم وإلى اللقاء بإذن الله.